صباح الخير. النهارده فيديو كده صباحي، عايزه اقول فيه نصيحه مهمه جدا لكل الناس بتتفرج عليا، لان انا شفت الموضوع ده منتشر جدا جدا ما بيني وما بين صحابي ما بين اهلي، فحبيت اعمل سبوت كده او اعمل هايلايت على النقطه دي. يا جماعه ما تخلوش اي حاجه في الدنيا تاثر على مستقبلكم، ما تخلوش اي حاجه في الدنيا تاثر على الكارير بتاعكم، تاثر على البلانز بتاعتكم. في ناس بتمشي في الدنيا كده بطريقه عشوائيه، عشوائيه ده يعني اللي هو ما عندهمش اي نوع من انواع البلانز او ما عندهمش خطه، هم ناس عشوائيين ماشيين بطريقه عشوائيه بس كده، يعني ايه مفيش اي نوع من انواع التخطيط في حياتهم. لا، موضوع ان انت يكون عندك خطه كده حاططها لنفسك في شغلك، خطه في حياتك العاطفيه، خطه في احلامك، خطه لهواياتك، دي حاجه مهمه جدا جدا. اوعى تكونوا عشوائيين. النصيحه دي مش بتخص برج، انا كنت عامل لكل برج نصيحه، بس لقيت الفتره دي ان كل الناس تايهه شويه، تايهه في الدنيا وتايهه في حواراتهم. عشان كده مهم جدا ان كل برج من ابراج الفتره دي بيتفرج عليا، اعملوا بلانز في حياتكم. هاتوا نوت بوك ثانيه واحده اوريكم حاجه. بصوا النوت بوك ده انا جايباه اهو، حتى كاتبه عليه اسمي. نوت بوك كده اكتبوا فيه عشان انا المنصوره. اكتبوا فيه احلامكم، اكتبوا هواياتكم، اكتبوا طموحاتكم، اكتبوا امنياتكم، اكتبوا خطتكم، اهدافكم، البلانز بتاعتكم، وقسموها اهداف يعني قريبه المدى، يعني في خلال الشهر ده، النهارده عندي لازم اعمل 1 2 3، الاسبوع ده لازم اخلص 3 4 5، الشهر ده اخلص 6 7 8، الهاف يير دي هخلص كذا كذا. وخليكم ماشيين على بريوريتيز اللي هي اولوياتكم، اهتموا باولوياتكم يا جماعه. انا بشوف ناس بيبقى عندهم بريوريتيز وبينسوا البريوريتيز دي او الاولويات دي وبيجيبوا حاجات من تحت، وبجد انا 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 كرشا انا بادمت او انا بعترف ان انا فات يعني اسباب يعني ان انا اتاخرت في حاجات كتيره الفتره اللي فاتت، ان انا سبت اولوياتي المهمه ونزلت تحت، فكان عندي اولويات كتيره جدا للاسف انغمست في حاجات تانية ونسيت الاولويات دي. فدلوقتي قاعده بحاسب نفسي، لقيت نفسي مش راضيه. طب ليه يا رشا؟ ايه اللي خليكي مش راضيه؟ علشان انا اهملت البريوريتيز بتاعتي اللي هي توب بريوريتيز او اللي هي اللي فوق دي، ونزلت جبت بريوريتي برضو بس مش اولويه، مش حاجه اسنشن، مش حاجه مهمه. فلازم تقسموا اهدافكم، احلامكم، طموحاتكم، واوعى تكونوا عشوائيين. يمكن الابراج الترابيه منظمه في الحته دي، يعني العذراء والجدي والتور دول منظمين، عندهم بلانز، عندهم اهداف، يليهم الابراج الناريه. اما الابراج الهوائيه والمائيه ممكن مش عندهم بلانز او مش منظمين قوي في الموضوع ده. فعشان كده يا جماعه بجد ان انت يكون عندك بلان وعندك خطه مدروسه وعارف انت رايح فين وعارف انت جاي منين وعارف انت عايز ايه. تخلوش اي حد في الدنيا او اي اهواء خارجيه او اي افكتس بقى عن طريق صحابك عن طريق اهلك يجوا يلخبطوا البريوريتيز دي، البريوريتيز او الاولويات دي انت بس اللي تقدر تحطها لنفسك، وانت اللي لازم تمشي على البلان دي لان انت عايز توصل لهدف معين. اما ما تخلوش اي حاجات طارئه حاجات كده اكسبشنال تدخل تبوظ لكم البريوريتيز بتاعتكم. انا واحده من الناس بجد اللي هاف تو ادمت ان انا الفتره اللي فاتت لخبطت جدا، والبريوريتيز بتاعتي عملت كده شايفين، واهدافي لاسباب معينه. فانا بريكونسايل دلوقتي او ان انا بحاسب نفسي، ومهم جدا جدا محاسبه نفسك. يعني كل يوم قبل ما تنام وانت على السرير كده اخر 5 دقائق تعملوا لو اوف اتراكشن وتقعد كده تحاسب نفسك، تقول انا عملت ايه غلط، انا عملت ايه صح، ايه الحاجات اللي صح اللي لازم استمر فيها، ايه الحاجات الغلط اللي لازم ان انا اوقفها وان انا ما اعملهاش تاني. يعني لازم يكون عندكم خطه، يكون عندكم بلانز، يكون عندكم اولويات، يكون عندكم محاسبه للناس. تقعدوا تحاسبوا نفسكم كده في اي حاجه، اي حاجه اخلاقيه، اي حاجه في حياتك. مش لازم كمان محاسبه نفسك في احلامك وطموحاتك، لا، محاسبه نفسك كمان في اي حاجه غلط انت عملتها، او في اي حاجه نفسيه، او اي حاجه كمان ايموشنال، اي حاجه عاطفيه انت عملتها، مش بس طموحاتك واحلامك. وعلى فكره احلامك او اهدافك العاطفيه دي تعتبر one of your priorities، بس انت هل انت هتحطها فين؟ قبل شغلك، بعد شغلك، بعد اهلك؟ فكل واحد هو الوحيد اللي يعرف يحط البريوريتيز بتاعته. دي نصيحه سريعه لكل الابراج جت في دماغي، لان انا كنت بحاسب نفسي امبارح كده لقيت نفسي مقصره في حاجات كتيره جدا، فحسيت ان انا اي هاف تو شير ات. خلي بالكم من نفسكم بجد، قولوا لي بقى ايه اكتر بريوريتي نفسك فيها الفتره الجايه. انا نفسي ان انا اطور نفسي في حاجات كتيره جدا، ونفسي ان انا عندي عادات غلط ان اشتغل على نفسي فيها. يعني انا دايما بتضايق لما يبقى عندي حاجه غلط وانا مقتنعه انها غلط وان انا مش بشتغل على نفسي فيها. ف
فحاجات كده عايزه احسنها، حاجات عايزه اقللها، حاجات عايزه ازودها. بلس كمان ان انا اظبط اليوتيوب شانل بتاعتي عشان هي وقعت جدا، والفيسبوك شانل، فانا محتاجه ان انا اهتم شغلي اكتر. قولوا لي البريوريتيز بتاعت كل فتره جايه، وانتوا برج ايه؟ انا عذراء، والبريوريتيز بتاعتي اطور من نفسي واحسن واطور برضو من شغلي. شكرا، وبليز اعملوا شير لاي حد محتاج يسمع النصيحه دي، وبيج هارت، وقولوا لي تتفرجوا عليا من فين، وانتوا برج ايه. باي باي.